مباراة بايرن جالس أمام فريق شباب الوزداد، مباراة الذهاب في دورة التمهيد الأول من دوري أبطال إفريقيا. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الله الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب صامويل كانيون. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون في جنوب الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات. أما بالنسبة لقنوات الناقل المباراة قناة بي إن سبورت 3 الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة التوصيات على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب بكم موعد في موعد قادم.